عباس مطلوب على اوضه الكنترول. تع تع عباس عباس احنا بنفعل فعل بنفعل مش فعل علي اعملها اول ما يجي اوكي اعملها علي عشان اخليك عندك اما يجي هندهن علي تعال ثواني بس تعال في تليفون جاي لك تعال انا اه ايه يا حيدي عن جد ايش التليفون علي وحياة امي يجي التليفون والله علي علي بسرعة 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 والله يجي ليش تعال بسرعة بجد اجيك تليفون تمزح والله والله هلو اهلين ماشي الحال اوردر اوردر احمدك يا رب الو اوردر الو قفل ايه هيتصل تاني هيتصل تاني معاك ورقه وقلم عشان تاخد اثنين شكشوكه وواحد سلطه طماطم بالليمون يا رب يكون احد يتصل يا رب جواته مسمعه المطعم يا رب يلا الفرج الو اهلين معك المطعم انت معانا على الخط ولا قفلت الو ايه قال ايه؟ شوات سمعت المطعم ايه اللي حصل؟ بعد كده شو صار شو صار علي المطعم؟ المطعم اللي دافع اسمع جبت الليمون؟ علي يا رب يكون احد يزيد انت ساكت انت بتاخذ الصوت ولا لا ده بجد الو كيفك ايه عباس وعلي المحروات قلت لك سريع لو سمحت لا تعال تعال هنا الخط الساخن الشوربه كتير حلو تعال 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 خش 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 ربنا يكبر بخاطرك يا رب خش الموز ده من عندنا خش خش السلام عليكم استجوبونا نطوع عليكم ما شاء الله قولي الحقيقة ضميرك مرتاح وانت بتأكلنا السلطة دي طيب اسمع ضميرك مرتاح وانت بتحط لحم الحمار في اللي ثواني ثواني انت دوت الشوربة ايه رأيك فيها؟ بأمانة وبصراحة ولكن ولكن اوكي انا عارف انك زعلان مننا بس انت جيت متأخر وانت عارف ان احنا بنقفل بدري بس المشكلة الشوربة حلوة ولا لا؟ لا الشوربة حلوة بس السلطة الشوربة مش مهم السلطة السلطة هي حاجة انت مقبلات والبيت السؤال هنا حلوة؟ انت عايز تعملها وتاكله ليه؟ الشوربة حلوة ولا وحشة؟ الشوربة حلوة ولا وحشة؟ نسيم دافع عني نسيم نسيم انت اصلا بطلت كلها شوربة وبعد ما خلصت بعد ما خلص الشوربة مش السلطة ترى من ضمن المطعم ما السلطة من ضمن المطعم اوكي بس دي مقبلات عادي لو طلعت يعني نص نص اهم حاجة لا اذا انتوا يعني انتوا سؤالكم ما تنسوا انتوا عندكم سوابق بقول لك ايه بلا سوابق انت خلصت طبق الشكشوكة على فكرة غيرنا الشيفات غيرنا الشيفات وغيرنا الديكور البيض والبيض كمان واو البيض ماله؟ واو تعالى كده البيض سلطة البيض ماله؟ واو البيض بارد وكله فلفل وملح البيض ايه؟ بارد لا ما هو ما كنت واقف على العربية بره في الهواء تقول لي بارد انتوا بارد ساعة قول له مع السلطة قول له مع السلطة السلطة رائعة قول له مع الشوربة العصير الشوربة ولا أروع الشوربة الشوربة مالها والعصير 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 جيب العصير قول قول اعترف ما بقيت عصير ايه ما دوتش شوربة ليمون بصراحة مش الشكشوكة مش الشكشوكة 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 ايه الخبز الخبز انا خلصته عايز بعصير الشكشوكة ايه انا مش مرتاحة للموضوع الشكشوكة ايه انا بطالب بخلطة المطعم يلا خلاص يا علي يلا حبيبي يلا قوم يلا قوم يلا من هنا كلت الاكل كله انت خلصت طبعا الشكشوكة في الاخر تقول لي بارد وما فيهوش ملح سكينة بارد وما فيهوش ملح وطعمه زنخ بس ليك ركز انك هتستفرغ وتطلع على نفسك شو؟ شو؟ طلع 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 هذا مطعم هذا مطعم مفتوح يعني عندهم سوابق
حرق الناجتس وحرق البرجر. يعني هذا شيء ما ما احنا غيرنا ولا ناجتس ولا برجر، الواد غيرنا شوربه وكشاف ولا ياريت كنا نافعين، ياريت كنا نافعين بالشوربه والسلطه. يا قلبي الساعه 2 انت جاي متاخر، ده اخر اوردر. السلطه مش طبيعي، مش طبيعي، اول مره بدي اكرر هيك بحياتي، بشع بشكل مش طبيعي. بعد اذنك، بعد اذنك، بعد اذنك سكينة، خش نسيم عنده حق. الشكشوكة بالنسبة للبيض ريحته بشعة ولا كنترول. خش انت يا سويس. وفيها بهارات على بقك، اقسم بالله على بقك. كنترول وفيها بهارات كتير كتير. حاجة سيئة يا كنترول. كنترول بتعمل رفلو، بتعمل رفلو يا مفجوع، بدل بتعمل رفلو ما طلعتش نمتي ليه وطلبت شوربة يا مفجوع. والشوربة يا اخي اه يا ريت كنت شفتوا الشوربة. المية قد كده 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 اصلا، والشعرية قد كده. شعريه. طب اقول لكم حاجه بقى كنترول، انا مستعد اعمل لكم، انا مستعد اعمل لكم شوربه تاني وانزلها لكم تحت في الكنترول وتدوها، ولو وحشه صدقوني انا عندي استعداد ان انا خليني على اقفل المطعم من بكره. بيسو خليني على اطلع يا كنترول حبايبي بصوا لي. لا عشان يصدقوا، لان هم العيال دي كذابين الوقت ده بيجروا ينكر. لا ما تجمعناش هنا في الحاره، جيبوا 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 شايفين ده منظر، ده منظر، ده منظر بياكل الاسبريسو، عمال بياكل وينكر الزباله. جيبوا 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 كنترول كنترول. قول حبيبي قول كنترول. قول حبيبي كيف الطبخ؟ كيف الطبخ؟ الله شو حبيبي كيف الطبخ؟ اشتغل على الموضوع. الطبخ ايه؟ الطبخ ايه؟ قول الطبخ ايه؟ قول الطبخ ايه؟ الطبخ ايه؟ قول حبيبي يلا. قول الطبخ ايه؟ قول اعترف يلا. قول عشان ما اقتلكش، قول. اطلقك بالنار، قول. قول حبيبي. قول محمدين، قول. نسيم يا حبيبي ولا يهمك، انا معي. الطبخ ايه محمدين؟ باين باين. قول. باين انك معايا. يلا. طب خليني خليني اجلس اجلس جلس شوي جلس شوي جلس شوي. قول اهو في ظهرك، يلا في ظهرك والله بقعش. قول الاكل، الاكل ما شاء الله. قول ما شاء الله الاكل. افتح الباب افتح الباب. نطالب بغلط المطعم يا ما شاء الله. ايه يعني ما شاء الله ايه ما شاء الله ايش. قول قول الاكل، الاكل ما شاء الله اخر شيء في الحياه. ايش اخر شيء في الحياه؟ ايش والسلطه اخر طبق اكلت؟ السلطه اخر شيء في الحياه. ايش بالبشاعه يعني هتموت بعدها يعني اخر شيء في الحياه. قول حلوه يا انا مستحيل ابيع ضميري. الاكل وحش. الاكل وحش. الاكل وحش. ها الاكل وحش. الاكل وحش. الاكل وحش. خليكم هيك اجيهم السلطه. تعال اجلس. تعني نسيم هذا يلعب ولا ايش وضعه كذا لحاله؟ لحاله كذا احنا اثنين تعبنا. ايش كيف لو بيج بيبي بيج بيبي. شوف شوفوا هون بس عشان ما شاء الله. هاي طماطم كاملة يعني. شوف شوفوا العرض، شوفوا عرضها، شوفوا عرضها بس. شوفوا العرض كثير حلو السلطة. يا شكرا سكينة. شوفوا المي سكينة. شوفوا المي كيف. شوف بسرعة منديل منديل وفيهم طعم بسرعة. عندي بس منديل 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 بس حبيبي وال وبتحس انه فيهم طعم جوز يعني انه زايدين شيء مش طبيعي على السلطة. حرام حرام تبذير يعني. اذا اذا قصة الطماطم هيك حرام. مايك احسن مايكم. انا اطالب بغلق المطعم حالا. كلام التموين سجل كنترول شو قال؟ صح الكنترول مسجل اللي اتقال صح ولا المايك بتاعك مقفول؟ يعني مقول في المطعم. قفل الباب. الو؟ اهلين. قفلي الباب اللي انتهت يا سوبر. لا حبيبي ما احنا فشلنا. اذا هو زبون فاشل شو نسوي يعني؟ مين اللي بيقول فشل؟ مين اللي بيقول فشل؟ عباس مين؟ تقلدته فيها عباس؟ وقع ايده خلصوا الاكل كله ده انا ما لحقتش اكل منهم. انتوا شايفين كده؟ كنترول سلطة واو. اوكي. نقفل الاوردرات؟ صدقوني حبيبي نسيم انت عملت ايه دلوقتي؟ انت ضيعت مستقبل اثنين شابين ولا الاعلانات اللي مسويها انا برا لسه بيبتدوا حياتهم يا نسيم. على فكرة بيسو وعلى فكرة انا عمري ما هسامحك. بيسو والله عمري ما هسامحك. قول لك شيء قول لك شيء. يلا عليك. يلا حبيبي. حسب الله نعم الوكيل فيك يا اخي. حسب الله نعم الوكيل فيك يا اخي. رب تنفجر وانت نايم.
شيفون يا حياة الروح.